عن ثروة مصر وتاريخ مصر وتهريب آثار مصر نتحدث الليلة. ضيوفي الليلة مجموعة من الخبراء العاشقين لتاريخ مصر. ضيف الليلة أحد المهمومين بقضايا الآثار المصرية، ليس فقط بحكم انتمائه إلى وزارة الآثار كأحد قيادات الوزارة، وإنما بحكم انتمائه لهذا الوطن الذي تشكل فيه الكنوز الأثرية تاريخا ممتدا في عمق السنين، وحاضرا ومستقبلا لا قيمة لهما بدون هذا التاريخ العريق. كان المتحف المصري الكبير أحد أحلامه، وكان يريده صرحا عالميا لا مثيل له، وأبعد عنه بفعل فاعل. ضيفي وضيفكم هو الدكتور محمد عبد المقصود، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية. أهلا وسهلا سعادة الدكتور. أهلا وسهلا. أيضا ضيفي شاهد عيان على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في حق ثرواتنا الأثرية التي لا تقدر بثمن. حذر في محاضراته وكتاباته من عمليات النهب المنظم لكنوز مصر الأثرية، وتحدث بصوت عال في وقت التزم فيه الجميع بالصمت، ولم يخش من بطش مافيا الآثار التي كانت تضم أسماء يشيب لها الوليد في بطن أمه. ضيفي وضيفكم هو الدكتور مختار الكسباني، الخبير الأثري الكبير والمستشار الفني السابق لوزارة الثقافة. أهلا وسهلا سعادة المستشار. أيضا معي ضيف كريم يحمل على كتفيه مهمة ثقيلة تنوء بها الجبال، وهي مهمة استعادة الآثار والكنوز الأثرية المنهوبة. هو يبدو كمن يبحث عن إبرة ذهبية وسط كومة قش. أصبح علي أن يجمع بين عقلية العالم وروح رجل الأمن وصبر المجاهدين، ولم يعرف طعم الراحة منذ عام كامل. أمضى الليل والنهار ما بين عمليات جرد للمخازن الأثرية وتتبع للقطع المسروقة. يسعدني أن أرحب بالدكتور يوسف خليفة، مدير عام إدارة المقبوضات بوزارة الأثار. أهلا وسهلا دكتور. وأخيرا وليس آخرا، خبير أثري من العيار الثقيل وثائر من الطراز الأول، يرفض الانحناء أمام العواصف ولا يقبل المهادنة فيما يتعلق بتراث مصر وحقوق الأجيال القادمة. بلاغاته في مكتب النائب العام تسد عين الشمس، ولا مصلحة له من وراء كل هذه المشقة سوى الحق والحقيقة. ضيفي وضيفكم هو الدكتور عبد الرحمن العيدي، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى. أهلا وسهلا يا فندم. وطبعا معنا الأستاذ خالد صلاح، وحنفتح المناقشة عن ملف سرقة وضياع وتدمير آثار مصر. الحقيقة يعني وأنا بقرأ في المعلومات قبل ما نيجي عشان أقعد أسأل حضراتكم، يعني أنتوا إزاي بتناموا بالليل فعلا؟ يعني المسؤولية رهيبة في المحافظة على آثار مصر التي أهدرت منها كميات كبيرة على مدار سنوات طويلة ماضية، وحنتوقف أمام العام الأخير ما بعد الثورة وما حدث أثناء الثورة، ونعرف حقيقة الوضع بالضبط وكيفية استرداد الآثار المنهوبة. فيعني نبتدي منين الحكاية يا دكتور بالمصور؟ نبتدي من 25 يناير. نبتدي من 25. مش قبل كده أنا عايزة أبتدي من نقطة الحقيقة يعني نخلصها بسرعة، لأني أنا يعني تعبت جدا لما قريت النقطة دي يا فندم. إنه أولا في قانون إنه من سنة 51 إن اللي كان يجي ينقب زي الذهب كده، اللي يجي ينقب على الذهب ياخد يحط ثلاث أرباعه في جيبه ويدينا إحنا شوية صغارين، إنه اللي ينقب معانا على الآثار ياخد 50% منها. يعني شيء مفزع. ده أيام كارتر، ولما كانوا بدوروا عن توت عنخامون ماشي ما كانش حالتنا حاجة، لكن دلوقتي لا. دلوقتي لا. الوقت القانون 52 سنة 52 دوت قانون الآثار ده اتغير بقانون آخر 117 لسنة 83، وده ما كانش بينص على ان جاي يحصل اسم للآثار. يعني اتلغت هذه المسألة، والقانون الجديد اللي هو التعديلات اللي حصلت فيه لغت تماما هذا الموضوع. لكن قانون 117 لم يسمح بعد سنة 83 أي عمليات قسمة
هي كانت نص 10% من الموضوع، وده سبب ان في بعض القطع الاساسيه والبعثات انها طبعا اضطرت انها تاخدها. وفي مع يعني معاهد محترمه ومتاحف محترمه كانت تنقب عن اثار وترفض هذه العمليه، اجانب كمان كانوا بيرفضوا ان يحصل قسمه في هذا الموضوع. لكن انا ما اعتقدش ان اثار مصر خرجت بالقسمه دي، خرجت بسرقات وليس عن طريق قسمة البعثات. هي بقى دي الكارثة، انها خرجت بسرقات. الحاجة اللي عايزين نخلص منها وبعدين نرجع بقى للسنة دي ونرجع للسنين فات، ان في سنة 83 بدأت هيئة الآثار المصرية في متابعة الآثار المصرية لدى إسرائيل. انا اول مرة كنت اعرف ان في لا مش 83 ايوه لا مش 83 قبلها. الآثار المصرية لما حصلت اتفاقية كامب ديفيد، وده مش هيبقى يعني كلام عادي في البرنامج، ده كلام يعني مهم ويمكن الناس بتسمعه لأول مرة، إن اتفاقية كامب ديفيد لأول مرة اتفاقية كامب ديفيد تمت وليس بها أي سطر يتيح لمصر استرداد آثار سيناء. ليس هناك أي شيء في اتفاقية كامب ديفيد يسمح لمصر باسترداد آثار سيناء. الاتفاقية موجودة. يلا الاتفاقية موجودة. العيب جه منين؟ العيب جه منين؟ وزارة الخارجية والجهات اللي تفاوضت على استرداد سيناء لم تتفاوض على استرداد آثار سيناء في الاتفاقية نفسها. الاتفاقية فيها تسليم مواقع الآثار. وفعلا كان هناك لجان مصرية استلمت مواقع آثار سيناء في الجنوب. بس ما نعرفش ولم تتسلم آثار سيناء لأن ما كانش فيه الاتفاقية بند. عشان كده إسرائيل أعادت سيناء بالكامل حتى إعادة طابة، ولم تفتح مفاوضات مع مصر إلا سنة 93. أيوه. طيب الناس اللي بيسمعونا دلوقتي اشمعنا 93؟ 93 ليه؟ أيوه. بعد ما قامت الحرب العراق. أيوه. أعتقد إن كان من بنود حرب العراق أن ترد إسرائيل الآثار لمصر. ده كلام برضو بيتقال لأول مرة لأن يتقال دلوقتي الحقيقة بقى. أمال إيه حكاية الإسرائيليين اللي تسللوا في هذه الفترة لمحافظة الشرقية وتل بسطة؟ لا احنا بنتكلم في برنامج له احترامه وله قيمته. إزاي الناس هيتسللوا لمحافظة الشرقية يعني؟ ازاي يعني؟ بيقول لك كان في قاموا بسرقه 2185 قطعه اثريه فرعونيه نادره تم العثور عليها في منطقه بئر يوسف التي تم اكتشافها محاوله من الاسرائيليين دول لفك رموز الحقبه الزمنيه التي عاشها اليهود في مصر. ده كلام مش مظبوط. لا احنا بنتكلم في كلام المظبوط، والكلام ده لا ملوش مصدر ولا في حتى حد كتبه ولا قال اسمه ايه. طب امال مفيش حاجه اسمها حد يتسلل ويسرق اثار مصر يعني. طب اسرائيل اعادت 20,000 قطعة. امال السرقات بتحصل ازاي؟ مش هتسلل ويسرق اثار مصر، دي عصابات منظمه من مصريين ودي الاجانب، انما مش يتقال ان محافظه الشرقيه. طب انه كان في اهتمام من العصابات المنظمه دي انها تسرق اثار معينه تهم اليهود في اثبات يعني دور اليهود في مصر؟ بالتأكيد طبعا. لان في اثار بتتسرق لغرض سياسي، زي برضه في العراق اثار اتسرقت وقت الحرب العراقيه من المتحف العراقي ليها علاقه باسرائيل. طب اسرائيل رجعت 20,000 قطعه؟ انما موضوع اثار سيناء ده موضوع يعني تم التنقيب عن اثار سيناء 5 اغسطس 67. اول بعثه اسرائيليه اشتغلت 5 اغسطس 67، يعني اي بعد دخول سيناء مباشره كانت البعثات عارفه هتشتغل فين. لان ما كانش في اصلا مكتب للاثار في منطقه سيناء، ولا كان سيناء فيها مكتب يشرف على الاثار، وكانت تتبع محافظه الشرقيه. يعني محافظه سيناء دي كانت بتدار من الزقازيق، ما كانش في مكتب. القناه كان يفصل سيناء عن مصر، وده كلام معروف. ما كانش في بعثات مصريه تنقب عن الاثار. ما كانش مواقع الاثار معروفه، ما كانش في سجلات. اول ما نقب عن اثار سيناء هي البعثات الفرنسيه وقت حفر قناه السويس. وقت حفر قناه السويس البعثات الفرنسيه هي اللي نقبت عن اثار سيناء، مش البعثات المصريه. اسرائيل سرقت ونهبت وسرقت واحتلت. بيقولوا ان راس امنحتب موجوده في اسرائيل. اللي عنده اي معلومه عن اثار داخل سيناء ده من سيناء بيتقدم للحكومة المصرية ووزارة الآثار حاليا. وزارة الآثار عندها لجنة اسمها الآثار المستردة بتطالب إسرائيل برد الآثار. لأن إيه هي الاتفاقية بيننا وبين إسرائيل بقى؟ اتفاقية بيننا وبين إسرائيل ما حدش يقدر يعمل اتفاقية بعد كامب ديفيد أصلا.
بعد كامب ديفيد ما فيش اتفاقيات وقعت مع اسرائيل اطلاقا. انما اللي بين اسرائيل هو اتفاق وليس اتفاقيه ان هناك اي اثار تظهر في اسرائيل على الجانب المصري او الدوله المصريه ان تطالب بها، والجانب الاسرائيلي عليها ان يلزم بردها فورا. اللي عنده معلومة بيتقدم بصورة برسم بأي شيء بيتقدم بيه بيمشي تبع الطرق الدبلوماسية والأثار بتسترد، هو ده اللي نعرفه. إنما إحنا بنسمع كلام كتير جدا دون وثائق ودون مستندات لدرجة إن بعض الأحيان. بس كام قطعة رجعتها إسرائيل؟ إسرائيل رجعت كل القطع اللي قامت بالعمل فيها جميع البعثات الإسرائيلية. البعثات الإسرائيلية اللي اشتغلت في سيناء 35 بعثة إسرائيلية. 35 بعثة إسرائيلية اشتغلوا معظمهم في المسح الأثري عن آثار سيناء، يحددوا الآثار فين لأن ما كانتش معروفة الآثار. وفي بعض البعثات نقبت، ودول أكتر من 12 بعثة أو 13 بعثة اللي قاموا بالتنقيب. هذه البعثات كانت رسمية من معاهد أو جامعات، دول اللي ألزموا برد هذه القطع. القطع دي عادت في شكل آثار في صناديق، 1800 صندوق. ال 1800 صندوق بيحتوي كل شيء، واحنا طبعا في الاثار عارفين ان مش كل شيء قابل للتسجيل في الاثار، في اشياء للدراسه وفي اشياء تسجل لانها ممكن ان تعرض في متاحف او ذات قيمه عاليه، انما ما تقدرش تسيب في اسرائيل اي قطعه تمت لسيناء بصله حتى لو كانت حبات رمال، لدرجه ان هم رجعوا لنا رفات 37 هيكل عظمي. ما حدش يقول بهيكل عظميه ما ترجعش، لا القانون بيقول ان دي ترجع. فهم رجعوا 1800 صندوق شكلت لجان لهذه الاثار وتم جدها، وتم اختيار عدد منها ان هو يسجل، وصل لاكثر من 1800 قطعه، والباقي طبعا كله للدراسه لانه تحت الدراسه هو مهم، لان هو اللي بيقول فين مواقع الاثار داخل سيناء، وده شيء مهم يعني يكون عندي بطاقه الوصف لكل موقع. بعد كده على الناس اللي هي بتشتغل انها تقوم بالتنقيب، لكن الشيء المهم ان الضغط على اسرائيل في استرداد هذه الاثار جه من العالم كله. الرئاسه اللي رفضت انها تشتغل مع اسرائيل، ودي بعثات مصريه لان مصر دوله عظمى في الاثار، مفيش حد اجنبي محترم غامر وقال انا اشتغل في اسرائيل في مقابل ان انا يعني اشتغل معاهم، لا كله خاف ان هو يشتغل في اسرائيل. طيب. وده شكل ضغط على اسرائيل. نرجع بقى السرقات الكبيرة وبلاغات اتقدمت ومواقف وقفتوها في وزارة الآثار أو وحين كانت هيئة الآثار، إزاي يعني إزاي الآثار بتتسرق وإزاي بتتهرب بأحجام كبيرة؟ يعني إزاي تطلع مومياوات وتطلع تماثيل يعني إزاي الحاجات دي بتخرج؟ وأخيرا في منبر اسلامي، منبر قاني باي الرماح، قاني باي الرماح، قاني باي الرماح، وده يعني شيء جميل ومن اجمل اربع منابر في العالم. ولازم يتكسر حتت عشان ازاي كيف تتم سرقة الاثار، ومين العصابات دي وازاي نحاربها، وايه اللي طلع من مصر؟ الحقيقه يمكن الموضوع ده او موضوع سرقه الاثار على مستوى العالم معروفه، يعني مش احنا اكتر ناس عندنا اثار. انا بقول لحضرتك هو متحف اللوفر مثلا ايوه اتسرقت منه لوحه الموناليزا ايوه، مفيش مواطن فرنسي قال يا عم ما العمليه بتتنهب ويلا كله ننهب مع بعض، لا ده كل مواطن فرنسي كان حريص على انها ترجع الموناليزا. كل اجهزه الدوله في فرنسا كانت حريصه على انها ترجع الموناليزا. ورجعت الموناليزا على الرغم من ان الموناليزا ليست منتجا فرنسي، انما ده فرنسا بتقتنيها فقط مش هي اللي انتجتها. هذا المفروض نريد ان نضعه عندنا هنا في مصر. انما للاسف انت ممكن تلاقي الاثريين في المواقع الاثريه بيتعرضوا لضرب نار وبيتعرضوا لمحاوله اغتيالات، وزي ما حصل في المتحف المصري في ثوره 25 يناير ومجموعه موقعة الجمل لجنه المتحف والكلام ده كله، وفي كاميرات. لا احنا عايزين حقيقه بقى، احنا عايزين حقيقه 25 يناير في عشان في لا ما اتسرقش، لا اتسرق، لا 54 قطعه، لا لقيناها في الزباله، لا لقيناها في المترو. كلام غريب جدا. ما هي هو ده اللي حصل، ان في عندك 54 قطعه سرقوا المتحف المصري، وفي كاميرات المتحف سجلت شخصيات معينه ومعروفه، وكان من ضمنها معلش انا بقى هقولها وانا بتحمل مسؤوليتها، شخصيات معروفه، شخصيات من امن المتحف، من امن المتحف، من امن المتحف،
واتعملت العملية ديت، وجت بعد كده في القضية بتاعت محاكمة الرئيس المخلوع طلبوا السي دي اللي هو بتاع المراقبة بتاع فوجئت المحكمة ان السي دي مسجل عليه فيلم الباشا تلميذ. بجد؟ ما هو ده الموجود. لو سيادتك تعرفي المراقبة. لو سيادتك تعرفي غير كده دي تبقى مفاجأة بالنسبة لي. لا والله انا حضرتك في مين في هنا بقى المسؤول تلميز. المسؤول عن الكلام ده الباشا حرام. المسؤول عن الكلام ده أجهزة أمنية. أما طلع الحوار والحديث في القبض على مدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر، وذكر كده في تقرير في الضبط وإحضار إسماعيل الشاعر أنه كان في فيليته متحف في البدروم. متحف؟ متحف من قطع أثرية كان موجود في البدروم. طب هل حد راح فتش يعني أنا بقول لحضرتك هنا بقى مين بقى اللي بلغنا؟ مفيش حد بلغ وزارة الدولة للآثار بواقع ان هناك اي صله للواء اسماعيل الشاعر باي اثار، وانا بتكلم الكلام ده رسميا. مفيش وزاره الاثار واحنا بنتعامل رسميا، انما ما صدر عن اجهزه الامن وقال ان عثر على اثار. سمعناها وسمعنا اسماء مسؤولين كتير جدا. هل الكلام ده حصل فيه تبادل مثلا مع مجلس اعلى الاثار وتعالوا شوفوا الحاجات ديت او بتاع، او هي دلوقتي موجوده فين؟ مفيش واقع اصلا، محدش نعرف عنها. مفيش واقع اصلا، واخد بال حضرتك؟ محدش يعرف عنها. مفيش واقع في المتحف. مفيش واقع. لا 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 لا، ما بتكلمش عن المتحف، انا بتكلم على شخصيه، على اسماعيل. يعني اسماء معينه طرحت اسماء وطرح في كل اجهزه الاعلام. مدير عام المضبوطات هو اللي بيبلغ بيقوم بالمعاينه. اتفضل يا فندم. مدير عام المضبوطات هو بالنسبه لموضوع اسماعيل الشاعر، احنا قرينا في الجرايد ان كان في قطع اثريه، لكن لم نبلغ رسميا لانتقال اي لجنه للمعاينه من اي جهه قضائيه، لا نيابه ولا محكمه ولا اي حاجه. فممكن يكون ده كلام جرايد. أنا بقول ممكن تكون قطع فنية وليست أثرية، وممكن تكون أثرية، لكن إحنا لم نبلغ رسميا للانتقال. إحنا مش هنفرض نفسنا وملناش حق إن إحنا نخش إلا إذا كان في قرار. ليه ما طلبتوش إن أنتوا تشوفوا وتتحققوا؟ أنا سمعنا الكلام ده. جرايد برضو بتعمل ريبورتينج، يعني بتعمل إخبار، قد يكون ده بداية خير. هل حقكم لما تسمعوا عن إن ما كان في أثار مسروقة؟ سمعنا في مقرات أمن الدولة. سمعنا في مقرات أمن الدولة. قلت لك الكلام مش مظبوط. سمعنا في بيوت مسؤولين. طب إحنا سمعنا في أصول رئاسة. بس في أثار بتتسرق يعني، معلش. لا تتسرق إنما الوقائع اللي إحنا عايزين نعرف الأثار اللي بتتسرق بقى. بتتسرق إزاي؟ وبتخرج إزاي؟ ما هي كمية الآثار المسروقة من مصر، مش بس في السنة اللي فاتت، على مدى السنين الطويلة دي؟ لا، هو على مدى السنين الطويلة كان في سرقات، وكان في آثار طبعا، في مافيا، وكان في آثار بتطلع نتيجة القسمة في البعثات زي ما حضرتك ذكرتي في أول البرنامج. لكن حاليا لا، مفيش آثار ضخمة بتطلع. ممكن آثار تطلع في الحقائب الدبلوماسية كمان، ده وارد. لكن كتهريب آثار، لسه بس كمان تركي معاه آثار. ما هو ده صحيح، يعني ده قضية كبيرة كانت تطلع لسه الآثار. طيب أنا بقول لحضرتك، ولسه حضرتك هو اتمسك فين؟ لسه هو المطار. أصل اللي بيخطف الآثار أو اللي بيسرق الآثار ده مش بيطلع بيها بره على طول. أيوة. ما هو ممكن يحطها في مخازن هنا اللي عند المجموعات تابعه ليه. أيوة. عشان اما الامور تهدى يقدر يطلعها. بس هذا الكلام المفترض مش الاثر اللي يقوم بيه في اجهزه امنيه مسؤوليتها. انا عندي شرطه رئيس لا انا اقول لحضرتك، ده اداره مضبوطات، اداره فنيه. عندما ياتيه بلاغ يروح يحقق في هذا البلاغ. هو في الحقيقه لازم شرطه الاثار ومباحث الآثار تتحرك، وهم بيتحركوا كويس جدا مع التحريات العسكرية من الجيش في الفترة السابقة. لكن اللي أنا عايز أقوله، طب ما خلينا في الداخل نشوف إيه اللي بيحصل عندنا دلوقتي. يعني إيه اللي بيحصل ده من المصريين ذاتهم. يعني أنا جايب كده إحصائية بسيطة. اتفضل. أحب أصحح بس الأستاذنا الدكتور مختار، هو مش 54، هم كانوا 74 قطعة مفقودة من المتحف المصري، من المتحف المصري في 25 يناير، ولكن اتوجد 20 قطعة في الحديقة وفي الطرقات وبجوار الفاترينات. لكن طالما انها خرجت وتم العبث بها يبقى كانت مفقودة. فانا مش هقول 54، انا هقول 74 قطعة. رجع منهم 43 قطعة والمتبقي
31 قطعة لم تسترد إلى الآن. تسترد. ده بالنسبة للمتحف المصري الكبير. وقيمتها إيه القطعة دي أو ما أهمية هذه القطعة؟ هو شوف حضرتك أهم قطعة، طبعا الأثار كلها مهمة، ولكن أهم قطعة في المفقودات هي كانت تمثال إخناتون اللي هو أمنحتب الرابع، اللي زي ما في ناس مش كويسة وهجمت المتحف، في ناس عندها وطنية، في مدرس بيدرس اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة الأمريكية، قال لنا أنا عندي تمثال لقاه ابن أختي بجوار تمثال عبد المنعم في الميدان عبد المنعم رياض. فبدأنا يعني هو يعني لما جت التليفون حلو لي وانا بدات اتعامل معاه وارغبه لغايه لما يجي ان ممكن ياخد التمثال ويمشي وما ما اشوفوش. لا 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 مش ده تمثال اللوجو بتاعنا بتاع اخناتون اللي هو ماسك مائدة القرابين. ده حاجه يونيك، حاجه فريده جدا مش موجوده يعني. لغايه ما جابه ويعني وطلع هو طبعا، وكانت فرحه ما بعدها فرحه، وهذا الرجل يعني تم تكريمه واخذ شهاده تقدير، ومن برضه وابن اخته كمان ياخد شهاده تقدير اللي قاعد في الشارع هو وابن اخته، وخد برضه مكافاه، وراجل كرم يعني معنويا وماديا وكل حاجه إيه؟ واحنا بنحييه، والله مش فاكر اسمه دلوقتي لان احداث كتير قوي حضرتك يعني. لكن باقي بعض القطع يعني التحريات العسكريه جابت، الشرطه جابت، مباحث الاثار جابت، لكن متبقي بعض قطع تماثيل اشابتي يويا وتويا. طب اسمح لي بعض حاجات عشان بمناسبه بقى اللي انت بتذكره ده. يعني انا قبل ما اجي طبعا يعني عندي رساله يعني من اثري من الاثريين اللي هم ابلغوا عن العصابه اللي سرقت الاثار واللي اتحكمت طبعا، واللي اثبت ان في ناس يعني كانوا بيخططوا لسرقه الاثار، والناس دول مش من المتحف. يعني كان في عصابه منظمه؟ كان في مجموعه ومنظمه، وراحوا يشوفوا الاثار دي حقيقيه ولا مش حقيقيه، فالتقوا بشاب انه بيشتغلوا في الاثار عشان يسالوه الاثار دي مهمه ولا مش مهمه، والناس عاوزين يشتروها، طب عاوزين نبيعها. فالولد عرف وده مفتش اثار متعاقد ما بيشتغلش في الاثار، يعني كله مرتبه 250 جنيه. هذا الولد هو اللي ابلغ شرطه الاثار عن هذه العصابه اللي هي دلوقتي طبعا كلهم في السجن، وبيطارد دلوقتي في بيته وبيهدد بالقتل الولد ده. وهو الولد ده بيحاول ان هو يتصل دلوقتي بالبرنامج عشان يقول لحضرتك ان هو في نقض للقضيه، والناس اللي هم اللي محكوم عليهم الناس اللي هم محكوم عليهم بيحاولوا ان هم يهددوه دي غير اقواله. فهنا هوت احنا اذا كانت الناس بتبلغ عن الاثار وبتتعرض للتهديد ده دلوقتي الباقي القطع دي هترجع ازاي؟ ده على فكره القطع الباقيه بتتداول على الانترنت، المحمول والانترنت انها هتتباع معروفه، ما زالت داخل مصر. ده صحيح، يعني دي قطع عمرها ما هتخرج، يعني ما فيش متحف عالمي هيقدر يسرق القطع دي او يقدر يشتري القطع دي معروفه. فالولد اللي عنده الحادثه دي واللي بيتعرض للكلام ده بعت كلم الدكتور عصام شرف، وكلم الدكتور الجنزوري، وكلم الحكومه المصريه كلها، وكلم وزير الاثار، والولد مهدد ما بينامش في بيتهم، وامه طبعا نفس الوضع. فيعني ده انا جايب رساله لحضرتك من الشاب ده اللي في الاثار اللي هو بيسمعني دلوقتي. ما كنتش انتوا الحكومه انتوا احنا الاعلام مش احنا الاعلام. انا بتكلم عن مصر كلها. انا عايزه اسال لحضرتك ونرجع كده. يعني انا مثلا عندي قصه هنا برضو، قول لي الكلام ده ولا لا، ان مجله دير شبيجل اعلنت بعض اسماء ناس مهربين، كان منهم مدير المتحف المصري في برلين كان بيجي هنا عشان وده ممنوع من العمل في مصر وممنوع من سارق يعني باب النجار مخلع. اسمه ايه؟ فيل ديونج. ديتريش فيل ديونج ومراته. هو مدير متحف ميونخ والتاني مدير متحف في برلين، وسرقوا يعني جايين عشان يشتغلوا في مصر ويوثقوا. كان رئيس بعثه فعلا سرقوا. وبعدين انه سكوتلاند يارد عثرت على عصابه بيقولوا انه قامت بتهريب 250 الف قطعه اثريه من الاثار المصريه. يعني هل بهذا القدر خرجت قطع من مصر؟ قل لحضرتك لما حبوا يغيروا القانون، افتكر حضرتك المشهد في مجلس الشعب
قانون، دخلنا في الحته المهمه. لا نسمع سعاده يعني انا عشان اديك الخيط لزماننا اللي هيتكلم. فاكر حضرتك المشهد في مجلس الشعب وكانت هناك صعوبه ازاي وكانت هناك حكومه الحزب الوطني بتعارض تغيير القانون حتى تم اعتداء على وزير الاثار ساعتها داخل مجلس الشعب عشان تغيير القانون لتجديد العقوبات. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه يعني عايزين بس نفهم الناس كانوا عايزين يغيروا القانون. احمد عز كان عايز يقنن الاتجار بالاثار. انا هلتقط الخيط من الزملاء. اتفضلوا وقالوا انا اذكر ان انا عملت بحث من 40 صفحه اتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والاداره عن مشكله او ظاهره سرقات الاثار. لازم نبص لها ننظر لها نظره شامله ونشوف اسبابها ايه وازاي بتتم. يعني من القرن 18 وبدا الاثار المصريه تستهوي الاجانب والقراصله والسفراء الاجانب فكانوا بيمولوا البعثات والتنقيب وما كانش في قانون بيحظر يعني تجاره الاثار لحد ما فمحمد علي يمكن بدا يحد منها شويه لحد صدور القانون اللي بيمنع الاتجار في الاثار واعتبار الاثار من المال العام. ولكن هناك ثغرات في القانون. بمعنى في حاجه في القانون اسمها الحيازه، بمعنى ان في بعض الافراد والعائلات اللي ورثت اثار كميراث. ما زال القانون للاسف اللي هو القانون 117 لسنه 83 ولما تم تعديله بالقانون 3 لسنه 2010 بيسمح بالحيازه. يسمح بالحيازه ولو انها بالبيع التجاره في الاثار. انا هقول لحضرتك يعني ايه حيازه. ان يحوز الفرد في منزله بالاثار. صحيح ان وزاره الاثار او هيئه الاثار مطلوب منها ان هي بتمر عليه مرور. هناك عده حوادث ان تم تقليد هذه الاثار والتصرف في الاثار الاصليه. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي ثغره في القانون بتعتبر نافذه لتجاره الاثار. الحاجه الثانيه المهمه برضو واللي انا كنت ذكرتها في البحث اللي انا عملته البعثات الاجنبيه. يمكن في القرن 19 لما ما كانش في كوادر مصريه. يعني طبعا احنا ما ننكرش ان الفرنسيين هم اللي عملوا اهتموا بعلم الايجيبتولوجي وان بداوا كان معظم مفتشين الاثار من الاجانب وما كانش في كوادر مصريه. ما زال القانون المصري بيسمح للبعثات الاجنبيه للعمل في مصر. احنا ما بنتهمش كل البعثات الاجنبيه، هناك الشرفاء وهناك غير الشرفاء في كل طائفه وفي كل جنسيه. ولكن ما هي جدوى السماح للبعثات الاجنبيه بالعمل في مصر في مجال التنقيب وهناك كوادر مصريه وعلماء اثار مصريين؟ يعني ده كان بيحصل ايام الاستعمار الفرنسي وايام الاستعمار الانجليزي وما زال سريعا حتى الان. وزي ما الزملاء تفضلوا زي الدكتور يوسف ما قال هناك عده قضايا متورط فيها مديري واعضاء البعثات الاجنبيه. نيجي تاني لظاهره تانيه حاجه اسمها الحفر خلسه. بمعنى ان المواطن واللي من المفترض ان يكون المواطن حارسا على اثاره واثار بلده يعني لان دي تاريخ امه يعني بالطمع او الطمع في الثراء السريع والثراء السهل بيصور له انه يروح ينقب في المناطق الاثريه. حضرتك سالت سؤال مهم جدا وهو كيفيه خروج الاثار الضخمه. فعلا في اثار ضخمه تماثيل كبيره وتوابيت انا بقولها وانا مسؤول عن اللي بقوله تورط مسؤولين كبار وده ثبت في عده قضايا من القضايا اللي ضبطت اهمها القضيه اللي كان بيطلق عليها قضيه الاثار الكبرى. كان اعضاء في الحزب المنحل الحزب السابق ومسؤولين كبار في اجهزه وفيهم في اجهزه امنيه كانوا متورطين في هذه القضايا. في وقعة أنا تقدمت ببلاغ فيها وهي خروج 4 كونتينرز محملين بالآثار التي ترجع لعصر محمد علي والعصر الإسلامي. أربعة كونتينرز يعني.
الكونتينر قد الأوضة يعني. بالظبط. دول كانوا خارجين من ميناء العين السخنة. ففي يعني خارجين من فيلا في الجيزة. هذه الفيلا ملك أحد سفراء إحدى الدول العربية. فهو لما الكونتينرز راحت الميناء موظف الجمرك شك فتح الكونتينرز لقى فيها آثار. فأبلغ هيئة الآثار في الوقت ده إنه يعينوا الآثار يعني. بعتوا كأي نيابة بتعمل مضبوطات بتخطر الجهة المسؤولة عن الآثار إن هم يشكلوا لجنة علمية لمعاينة هذه الآثار وبيان أثريتها من عدم. راحت اللجنة أثبتت أثرية هذه القطعة وإن هي قطعة نادرة. من المفترض أنها تسلم للمجلس الأعلى للآثار في ذلك الوقت وإن هي تسجل في سجلات المجلس وتودع في المخازن. في للأسف الشديد إن في قرار طلع من الأمين العام في ذلك الوقت بأنها تودع في مخازن قطع الآثار الإسلامية. وبعد كده فوجئنا بقرار تاني من وزير الثقافة في ذلك الوقت بتسليم هذه القطع إلى رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية. بناء على فكرة أنا عشان الكاميرا مش مبينة أول ما قلت رئاسة الجمهورية عملوا كده كله بناء على بس انا ليا تعليق حضرتك معلش لما اخلص انا ليا تعليق بعد على رئاسة الجمهوريه هذه اللي اتفضل اتكلم انا انت بتستاذني انت اعمل اللي انت عايزه الدكتور عبد الرحمن والله انا هقول لحضرتك حاجه انا لما هتكلم مش هقول اي كلمه بدون مستند اي وهذا البلاغ قدم للنائب العام بالمستندات حضرتك معاك المستندات معايا البلاغ بتاع النائب العام برقمه بالمستندات اتقدمت للنائب العام اي قرار الوزير الثقافه لما صدر بناء على كتاب السيد الدكتور رئيس ديوان رئيس الجمهوريه زكريا عزم اللي طلب تسليمها لل زكريا عزم ايوه فندم بعد كده نفاجأ بمحاضر تسليم راحت وديعت في أحد مخازن الأثار وحملت في سيارات نقل وتسلمت لموظفين في رئاسة الجمهورية موظفين إداريين مش أثريين وتم وصف الأثار بالأصناف أنا استلمت كذا صنف خمسة تمثال هم مش تمثيل لا أنا أمال إيه بعد يصنع حضرتك حاجة بقى أنا عايز أتكلم كانوا إيه كانوا فازات ولا لوحات مكاتب مكاتب وحاجات واحدة بس كل أثار مهمة طبعا أنا مش حاجة قطع أساس غرف نوم وصالون احنا قلنا في حاجات ده انتيك بترجع لعصر محمد علي انتيكات وخارجة نتكلم في ملايين مئات الملايين واللجنة اللي عايدت حددت ان هي خارجة من قصور امراء اسرة محمد علي في بعض الاثار الاسلامية زي سيوف وخناجر وزي مسارج اسلامية الكلام ده موجود في محضر الجرد بالاصناف بالظبط وفي محضر استلام لرئاسه الجمهوريه انا مش عارف يعني هناك تساؤل هل في رئاسه الجمهوريه او في قصور الرئاسه هناك مؤسسه للاثار ده مجرد تساؤل اتفضل بالنسبه للواقعه انا اتكلم قبل منه طب معلش عندي نقد يمكن توفر النقد ده هو فعلا الواقعه دي حصلت في ميناء السخنه ان في بعض قطع طلعة لإحدى الدول العربية بلغونا فانتقلت لجنة وأثبتت أثرية القطعة دي مش كلها بعضها أثري بينتمي إلى الأسرة العلوية أسرة محمد علي فعلا في هجمة شرسة على آثار تلك الفترة لاقتنائها في الدول العربية وخاصة دول الخليج لكن إيه دورنا اللي احنا عملناه حصرنا القطع الأثرية وبدأنا في جردها وتسجيلها وإيداعها المخازن المتحفية الخاصة بها في منطقة الفسطاط فوجئنا بقرار إن ده كان سنة كام؟ ده السنة اللي قبل اللي فاتت يعني لسه قريب فوجئنا بقرار برغبة رئاسة الجمهورية في استلام مين السخنة أصلا كانت متأمنة من رئاسة الجمهورية تلك القطع بس الحقيقة هما يعني رئاسة الجمهورية شافت إن القطع دي حضرتك
الأحرى بها إنها تكون في قصور الرئاسة. إحنا سلمناها لقصور الرئاسة، وفي عندنا إدارة اسمها إدارة العصر الحديث جردت جميع قصور الرئاسة وأثبتت إن جميع القطع موجودة ولا يوجد أي ضياع لأي قطعة إلى الآن. أنا كلمة بقولها يعني. هم استلموها ليه أصلا؟ هم استلموها ليه؟ هو أنا عندي مستعملوها ليه؟ أنا عندي في لما هي قطعة شرية يستعملوها ويناموا عليها ويأكلوا عليها ويستخدموها ليه؟ دكتورة قصر عابدين لم يجرد. القصور الرئاسية فيها متاحف، فيها متاحف، بس القصور الرئاسية اللي هم عايشين فيها. لا مش اللي عايشين فيها، قصور الحكم هي ملك للدولة بالضبط كده. دي عبارة عن متحف. هذه القصور من ساعة ما انشأ محمد علي بتعتبر متاحف. أيوة فهم. وكل قطعة فيها مسجلة وهي في حيازة كبير اليوران المسؤول عن هذه القصور. نعم. انت عارف هذه القصور اللي هو زكريا عازم، ما يعني كان في منظومة على فكرة في هذه الوقت قصور الحكم. دي ثغرة من الثغرات الحقيقة. خليني أنا طبعا مش فني زي حضرتك ومتأكد من وطنيتكم جميعا، بس عشان أأكد من جزئية بعد إذنك يا أستاذ خالد، يعني هناك أثار من هذه الفترة، من فترة محمد علي، موجودة في الجاليريهات وممكن تشوفيها في أماكن في الزمالك والحاجات دي، لأنها غير مسجلة في إعداد الآثار. دي ملكية أفراد، أنا ما أقدرش آخد من واحد ملكيته وقول له مجرد ان دي اثار. الاثار الاسلاميه يا دكتور، وخاصه اذا كانت الاثار الاسلاميه، لا القطع الاسلاميه هذه القطع اللي هي بتبقى موجوده في حيازه افراد ومنقوله اليهم بالميراث الشرعي، دي بينطبق عليها موضوع الحيازه يا دكتور عبد الرحمن. أيوة. وانت عارف ده كويس قوي. أيوة. هم كل اللي بيعمل، احنا لما بنعمل القانون بنقول الحائز يبلغ المجلس على الاثار في فتره مقدارها قد كده، بحيث ان تقوم لجنه تثبت ما لديه من حيازة وعليه عدم التصرف فيها إلا بالرجوع للمجلس على الأثار. ده ما ينطبق على قانون أو ما ينص عليه قانون الأثار. فيما يتعلق بالفترة دي، في كتير جدا من آثار هذه الفترة كان غير مسجل. يمكن يعني من حسن حظي أنا، باعتبار أن أنا أول واحد في مصر يعني درس هذه الفترة أثريا، بدأت أدق ناقوس الخطر على قيمة هذا التراث. فبدأنا يعني من أواخر أو من أوائل التسعينات إن إحنا نسجل تراث هذه الفترة. يعني عشان كده مثلا تم الحفاظ على ما يحتويه قصر شبرا مثلا، بالرغم إن هو كان بقرار من الملك فؤاد إهداء الحكومة المصرية عشان يبقى مدرسة الزراعة بتاعت الأمير فاروق، يعني هو متنازل عنه باعتبار إنه كان هو المالك الحقيقي له. وبالرغم من كده احنا احتوينا ما هو موجود في هذا القصر من عمارة ومن مقتنيات، وبدأنا نسجلها في اعداد الاثار. حتى بعض المنشآت اللي لم يتم مرور 100 سنة عليها طبقا للقانون، اضطرنا او اضطر وزير الثقافة لحمايتها ان تخضع لقانون الاثار ويتم الحفاظ عليها، زي مثلا مسرح سيد درويش في اسكندرية. انا تقديري كمراقب، طبعا انتم الاكثر اطلاعا على هذا الملف، لكن انا الحقيقة عايز ابتدي من يعني عندي 4 نقاط فيما يتعلق بهذه القضية. نمرة واحد، الحقيقة يعني انه هذا الملف، ملف الاثار بالكامل في تقديري يخضع إلى اللهو الإداري. نمرة واحد، في لهو إداري، لهو إداري حتى في إدارة مواقع الحفريات. ولو شفنا اللي حصل في اللاهون، في منطقة اللاهون 45 مقبرة أثرية، لهو إداري كبير فيما يتعلق بإدارة المواقع الأثرية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، في تراجع في الخبرات الأمنية فيما يتعلق بمباحث الأثار. احنا النهاردة لما نيجي نقول، الدكتور إبراهيم بيقول لك، دكتور العيدي بيقول انه كنت 4 كونتينر. بص بقى الخبرات الأمنية هي ايه. هو انا مفترض علي ان انا امسك الأثر ده وهو خارج من الميناء؟ فين بقى الخبرات الأمنية التي تلاحق مثل هذه العصابات كما تلاحق عصابات المخدرات او عصابات الأسلحة، او حتى بتلاحق نشطاء السياسة؟ كان من باب أولى أن تكون هناك تراكم للخبرات الأمنية فيما يتعلق بمتابعة هذه الأثار. فدي نمرة 2. نمرة 3، ودي نقطة مهمة جدا في تقديري، التقصير في الملاحقة للأثار بعد خروجها من مصر. في تقصير يشجع
يشجع المهربين على أن يقوموا بعمليات التهريب ويستمروا في عمليات التهريب، لأن معنى خروجها من مصر معناها ثروات طائلة بالملايين. يعني ما عرفش الرقم اللي عندي ده صحيح على سعر الموميا مثلا 100 مليون دولار، ما عرفش إذا كان ده صحيح ولا لا، حضراتكم تصحوني. لكن التقصير في ملاحقة السرقات اللي بتحصل برة ده تقصير بالغ بيؤدي إلى تعليق على موضوع اللهم بالذات بس هاجل حضرتك. التقصير في الملاحقة ده بيؤدي إلى تشجيع العصابات التي تقوم بعمليات التهريب. نمرة أربعة وبتفق فيها مع الدكتور العادي، هي مسألة التواطؤ من الكبار. لولا أن هناك من الكبار من يطمعون في هذه الآثار ويسهلون تهريبها ربما ما كانش حصل كل اللي حصل ده. إحنا يعني أنا الواحد لما يقرأ التاريخ ويعرف إن المراكب كانت بتيجي تقف في النيل عند الأقصر، مراكب النبلاء أوروبا تقف في النيل تتابع بنفسها الحفريات وتاخد الآثار على المراكب وتخرج، ده في ظل رعاية طبعا حكومات احتلال. لكن هذه الحكومات ليه حكومات احتلال؟ حكومة مبارك يعني ده فيه مهرب آثار معروف اسمه جونسون كويبث بيري ده بيقول إنه كان يهرب الآثار من مصر بمعرفة نظام مبارك بالتأكيد. فاللهو والتراجع في الخيارات الأمنية والتقصير في ملاحقة وتواطؤ الكبار. أنا عايز أرد بس على موضوع اللهو، اتفضلوا بعدين نسمع الدكتور. لأن أنا رئيس بعثة آثار اللهو. بس اللهو طب ازاي اولا ازاي 45 مقبره مفتوحه كلها في وقت واحد؟ لا 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 الكلام ده بيقول لك المومياوات مرميه بره والكلاب جايه بتاكلها. كلام غريب. في صور معلش في مبالغه معلش بس انا اتكلم بس في وسائل انا ممكن ادي لك صور ممكن بس اعرض صور ممكن اعرض الصوره الاول في صوره لنقطه الشرطه. لا معلش عايز صوره نقطه الشرطه اهو مرميه في الارض يا فندم. انا هرد اتفضل انا عايز صورة نقطة الشرطة الاول. نقطة الشرطة في عربية شرطة كده، في عربية شرطة واقفة هاتوها ارجعوا اتفضل يا فندم اتكلم على ما يجيبوها. انا لست متهما حتى ارد. لا 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 ولكن انا انا عايز اوضح الحقيقة. في نقطة شرطة اهي وفي شخص واقف هنا. ده الشخص اللي واقف عند المقبرة التي سرق منها مومياء بتاريخ 24/11/2011 بعد الثورة. قبل الثورة فعلا. قبل الثورة بشهر. أنا عايز تفسير. 24/11/2011 الثورة 25 يناير 2011. يبقى ده قبل الثورة. قبل الثورة. 2011. إن هي قبل الثورة. 2010. يبقى 2010. 2010. 2011 يبقى بعد الثورة. لا 2010 ايوه قبل الثورة. شهر 11 24/11/2010 سرقت موميا. ونقطة الشرطة جنبها. ايوه. انا ما عنديش تفسير لدي. انا عايز بس حضراتكم او نجيب اي حد ما عندوش اي فكرة عن اي حاجة هيقول ايه. وده اللهو الاداري بقى. لا لا معلش مش الاداري وتراجع خبرات. لا دي واحده وتواطؤ من ناس ممكن يكون اولا الحفاير تمت في مسطح 40 متر في 40 متر في بقعه كده 40 متر في 40 متر طلع منها عدد كبير من البقايا الادميه والتوابيت الخشبيه المتهالكه. اوكي ما يصلح منها تم نقله للمخازن المتحفيه. تمام. انا بقول الكلام ده على مسؤوليتي. بمجرد ما اتفتحت المقابر تم الاستعانه بدكتوره متخصصه في الانثروبولوجي شغلتها المومياء والعظام والدفنات. كتبت تقرير تاني يوم من الكشف. دي الموميا المسروقه. دي الموميا اللي فاتت هي الموميا المسروقه. ارجع تاني يا اكرم. ايوه دي الموميا المسروقه جميله جميله وبالوانها التابوت يعني حالتها كويسه. اولا هي الموميا حالتها وحشه قبل. انا عايز اقول حاجه. لا حالتها كويسه جدا. ده من احسن الحاجات اللي موجوده. اولا الموميا زي ما احنا شايفين موضوعه. شوف قد ايه داخل اربع توابيت. التوابيت بتبقى يعني لازقه في الارض بسبب الاملاح اللي سرقها. انا هقول بامانه يعني عشان احنا نطلع الموميا او نطلع تابوت بتستغرق مننا مجهود وعايز لها 3 4 ساعات عشان تطلع واللي بيطلعها فريق من الترميم. طب ازاي دي اتسرقت جنب نقطه الشرطه؟
من غير لا دوشه ولا ضجه ولا احنا بقى كمواطنين مالناش علاقه يا دكتور. لا يعني انت قلت حاجه ده شوف برصد عمليه السرقه ازاي. بص سوري انت قلت حاجه وانا لازم ارد. ايوه الحاجه الثانيه 45 مقبره اتفتحوا. ايوه الكلام ده غير منطقي غير بس مش معقول يتفتحوا في وقت اولا بالظبط هيتفتحوا ازاي؟ طيب اولا في فريق عمل من اثريين و17 عضو فيهم مرممين ما ترك في الموقع اولا لم يترك لان البعثه كانت ما زالت شغاله وقامت الثوره فكل القطع الجيده التي تصلح للتسجيل تم نقلها للمخزن. ايوه ايوه واخد بال حضرتك. لم يظل في الموقع الا القطع المتهالكه اللي كان فريق الترميم بيحاول يرمم فيها يشوف فيها حاجه هتنفع ولا لا. والدليل على ذلك بس يعني حاجه زي دي تتسرق وتتخلع وحضرتك بتقول اربع ساعات ولا خمس ساعات عشان تشيلوها ده شيء مش منطقي. طيب ابدا ان يبقى فيه عصابات منظمه. لا معلش انا اللي لفت نظري هنا انها على بعد 10 متر من الامن. يعني حضرتك بتتهم الامن بان هو تواطؤ. تفسيرها ايه طيب؟ ما حضرتك فسرها لي على بعد 10 متر من نقطه الشرطه. أي. الحاجه الثانيه والمهمه جدا وبتكلم والوثائق موجوده ان لما جينا ننقل البقايا دي ونوديها المخزن رفض الاثريين يستلموها قالوا دي نفايات اللي حضرتك بتقول شفتها وصورتها. نفايات نفايات اثريه فعلا في نفايات. اولا انا ممكن افتح مقبره الاقي فيها موميا. معنى ايه موميا؟ هيكل عظمي متكامل. ايوه واخد بال حضرتك وملفوف فيه لفائف وممكن يكون سليم وممكن يكون متحلل زي الدكتوره اللي هي متخصصه ما قالت ان دي بقايا ادميه متحلله واصابتها البكتيريا. ما ينفعش خلاص ما ينفعش تتحط تعدي الباقي. فبالتالي ايه اللي بيتم؟ ان المفترض ان هي يتم دراستها ودفنها مره اخرى. لما جينا حاولنا مثلا تابوت مكسر حاولنا بتوع الترميم يرمموه ويلحموه يجي تيجي تسلمه للاسر يقول لك لا انا ما اتحملش مسؤوليته ده متهالك. ده الوضع سبب الزوبعه التي اثيرت في اللاهون. طيب احنا عايزين معلش اكمل وقت البرنامج عايزين نكلم ان هذه الزوبعه اثيرت بعد ان تقدمت ببلاغات ضد وزير الاثار السابق. ايوه موضوع زي انتقام منك انت. ايوه بس انما هذا الاكتشاف جميع الدوائر حضرتك خش على الموقع الانترنت. انا عايزه اسال لا جميع الدوائر العلميه بتشيد بهذا الاكتشاف. رد على الاستاذ قبل ما ترد عشان عايزين نروح للسنه اللي فاتت دي. سنه اللي فاتت اتفضلي حضرتك. يعني قيل واشيع ان تم نهب وسرق اثناء الثوره وبعد الثوره وفي الانفلات الامني تم نهب كميه مخازن كثيره حوالين منطقه الاهرامات وسقاره ومخازن سقاره وان كان في عربيات لوادر بتيجي تشيل وتمشي. ما حقيقه هذا الموضوع وماذا تم سرقته من المخازن وليه الاثار في مخازن؟ يعني احنا عايزين نعرف ليه الاثار متكومه ومتشونه في مخازن. الاثار لازم تتحط في متاحف. السؤال الاول اللي كنا هنبتدي منه طبعا وحضرتك يعني قلنا لا نبتدي ما قبل ما بعد بقى 25 يناير ان انفلات امني هجوم شديد جدا على مخازن الاثار في عدد كبير جدا من المحافظات وممكن اقولهم بالراحه طبعا نبدا من محافظه كفر الشيخ برضه. ليه ما نبدا من الجيزه؟ لا هنوصل للجيزه هناخد وجه بحد ونوصل للجيزه مش هسيب اي حاجه. يعني ايه اللي اتسرق؟ اللي اتسرق مخزن اثار هجم مرتين. مخزن اثار بحاله مخزن المتحفي اللي هو بيضم اثار وسط الدلتا كلها واسكندريه. حديث الدكتور انا بقول اتسرق من المخزن المتحفي بتل الفراعين كفر الشيخ 27 قطعة. ده بالتحديد أثري. القطعة أنا بقول اللي بالتحديد لأن اللي حصل هجوم الدكتور يوسف هيقول الأرقام. أيوه أنا هقول المخزن والدكتور يوسف هيقول الأرقام. لا أنا هقول 20 قطعة عملة عندنا عشرات الآلاف منها بس برضو علشان لا هو معلش يا جماعة عندنا عشرات الآلاف لها قطعة هتقول القيمة. هو أنا لا مخزن آثار كيف يهاجم مخزن آثار بتخطيط للاسف كان في امناء شرطه في الموضوع
اللي اتقبض عليهم والاهالي اللي قبضوا على الناس. يا سلام على شعب مصر الجميل. الاهالي اللي بقوا يقبضوا الاهالي قبضوا على الناس وبعد كده جت الشرطه. الاهالي قبضوا على الشرطه والاهالي قبضوا على الشرطه وطبعا بعد كده طلع ان امناء الشرطه دول مش في الخدمه. يعني ناس مدربين وهاجموا المخزن مرتين عارفين طريقه وعوروا الناس اللي موجوده. حصل اصابات في الناس بتوع الاثار وفي وفراء الاثار. هذا المخزن هجم مرتين. المخزن الثاني بتاع الدهلية. مين يبقى عارف ان المخزن ده في يعني المخزن ده المفترض ما بيكونش محتوياته معروفه قوي لكل الناس؟ مين يكون عارف لكن ان هو معروف ده انه مخزن اثار؟ طب ممكن يعني اسالك سؤال في النقطه دي من غير ما تفسره غلط. المفتش الاثار اللي بيبقى في المخازن اللي من النوع ده بياخد كام في الشهر؟ مفتش الاثار في مصر اللي في اللي على مخزن زي ده ممكن يكون مرتبه بيوصل يعني ال1000 جنيه. يا خبر 2000 جنيه صبر. يعني انا هوضح المساله. لا 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 انا ما فهمتش سؤالي. هنوصل للكلام ده. معلش يا دكتور محمد معلش. المفتش اللي انت بتتكلم عنه ده عنده استعداد روح وتروح. انا بسال المفتش بياخد قد ايه؟ حد علامات استفهام حواليه ايه؟ سؤالك سؤال حضرتك مش مخزن ده في حاجه. سؤال حضرتك واضح جدا جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان دي عهدته. لا لا زي ما بقول لك الدكتور مختار عنده يعني استعداد يموت في سبيل الله. ناخد السؤال بطريقه ايجابيه. نعرف بس ايه اللي اتسرق قوي. دخل الناس الاثريين في مصر متدني جدا بالنسبه للي هم هم بيتعرفوا ان ده احسن يا دكتور محمد. انا قربت اطلع معاش ومرتبه 800 جنيه. انا فاضل لي سنه ونص على المعاش يا دكتور. والله تمام. ثم مرتبه 800 جنيه دكتور محمد بعد سنه ونص على المعاش. مش من المنبر ده انا بقول ان احنا بندي اثابه لأصحاب العهد في المخازن المتحفية. هذه الإثابة تم وقفها تماما. وأنا بلادي بقول لازم ترجع. خدي بالك الناس هتسيب الشغل وأساتذة بيحافظوا على الناس هتسيب الشغل. الدكتور كتب ومنشورة في أبحاث في العالم بياخد 200 جنيه وبيحافظ على في الاستثناء. يعني ما اقدرش أثار مصر. بس هو في حاجة كده معلش. الثورة والانفلات الأمني دي لها وضع خاص. بمعنى والله نكمل كلامه بس يا دكتور. اتفضل اتفضل. تاني مخزن يا دكتور. تاني مخزن أنا بقول لحضرتك دلوقتي اللي بيهاجم مخزن الاثار اللي هم عارفين ان في مخزن. المخزن ده بيضم اثار عده محافظات. فيعني المخازن معروفه ومرصوده وهناك حد خطط المساله. مش كل شويه ناس طلعوا هاجموا مخزن. لا فمخزن اللي تهاجم مخزن الدقهليه ولم تنجح الثلاث محاولات اللي حصلوا بهجوم باسلحه والبلد القريه هي اللي طلعت وقبضت على بعض الافراد. مخزن الانطاره شرق بتاع سينا. مخزن الانطاره شرق بتاع سينا كان اخطر عمليه تمت برشاشات وباسلحه وبعدد كبير جدا للاسف الشديد جدا عصابات. للاسف الشديد جدا ده السبعين دلوقتي هم من ابناء الانطاره شرق 825 قطعه. تمام. ده تعدت ال 1000 قطعه اللي اتسرق من المخزن. هم 825 تحديدا. ده اللي بسطه اللي انا قلت لكم عليه بتاع اليهود. تم اختفاء 1578 قطعه اثريه من مخزن تل بسطه بالزقازيق الشرقيه. بلغ النائب العام كما تم الكشف عن ده. ايوه ده اللي انا بقول عليه. دكتور احنا بنتكلم في موضوع ده حاجه قديمه خالص دي. ده قديمه بس اتسرق 2011 اهو. انا اللي يهمني قبل الثوره ما يهمنيش بعد الثوره او قبل الثوره. يا واحده بالظبط انا بكلمك على قبل الثوره. قبل الثوره عشان كده قلت لحضرتك قبل الثوره. بس احنا هنكمل ايه اللي اتسرق من المخازن دي. بس المهم هنرجع لده لان ده هو ذكر رد عليه. ده معلومات من سنه 83. احنا ايوه ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. ده اللي اليهود عايزينه عشان يثبتوا احقيتهم بحاجات. انا بتكلم دكتور يا دكتور اليهود ده بقى. دكتور يا دكتور طيب ده اللي باسطه مش ده عند ابو حصيره وما اعرفش ايه. لا 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 دكتور ثانيه بحيره. اللي احنا بنتكلم فيه الناس عايزين يسمعوها دكتور عشان نركز فيه. ازاي ان مصر تقوم بثوره والناس تسرق الاثار ازاي؟ لا 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 ازاي ده مهم. ايه اللي اتسرق من مصر قبل الثوره؟ كمان الناس لازم تعرف. وانتوا عمركم كنتوا بتقولوا لنا حاجه ولا حد كان يقدر ينتج؟ كل الناس يهمها الموضوع ده. يعني في تعامل تم فيه وانا هتكلم في نقطه تم فيه في حته بطريقه وفي مكان بطريقه. انا بقول وجه بحري دلوقتي. لسه ما جتش الوجه القبلي. هتبقى في ملاحظه غريبه دلوقتي. في وجه بحري تم مهاجمه مخزن الانطاره قلنا عليه مخزن تل الضبعه بالشرقيه وده تم سرقه
كم قطعة؟ هقول لحضرتك حوالي حيناً. يمكن 27 قطعة أعتقد، البعثة الألمانية والبعثة النمساوية اللي هو البعثة الألمانية والبعثة النمساوية بالضبط 82 قطعة، لأن هم ضلوا اختيار المخزن اللي كان فيه الآثار، راحوا مخزن غير المخزن، ما خدوش بالهم إن ده اللي فيه الآثار مش ده اللي فيه الآثار، وبرضه في ناس انصابت في هذا المخزن. تل بسطة تهاجم ولم تنجح المحاولة في بعد الثورة برضه، تل بسطة تهاجم برضه اللي اتسرق منه 1578 كمان اتهاجم تاني. هلا اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده أنا هوضحه دلوقتي، يعني ده قضية في النيابة العامة وهي مش موضوع سرقة، هو موضوع فقد أثار وناس قالوا السجل ده ومش السجل ده، والجرد تم وتشكلت لجان 13 سنة لجان بتجرد، والموضوع عند النائب العام وعدد الآثار 13 سنة. طبعا لأن ما نقلوا ده كان أول مخزن اتعمل في مصر للأسف الشديد جدا، أول مخزن آثار بالمواصفات دي، لأن كانت المخازن عشوائية، ده أول مخزن اتعمل، نقلوا الآثار قالوا اتنقلوا بطريقة عشوائية اتلخبطت الآثار قالوا كده. فطبعا أحيلت هذه القضية للنيابة العامة اللي بتحقق في الموضوع عشان تحدد من هم المسؤولين في السرقة اللي حدثت 83. بعد كده سرقت مخازن الهرم، الهرم هي دي اللي انا بسال عليها بقى، مخازن الهرم وسقاره الموضوع بما انه كبير قد ايه بقى اللي اتسرق؟ لجنه الجرد ما زالت تعمل، ما زالت تعمل. خلصت دكتور؟ خلصت والورق راح النيابه خلاص، وانا اتسرق 176 قطعه، في 138 قطعه مفقوده من مخازن سليم حسن، هو في 38 قطعه مفقوده من مخزن محمد عبد المنعم. طب والبعثه الايطاليه دي ليه كده بحث اثار؟ والبعثه الايطاليه احنا بنتكلم يعني بحاجات لا تقدم بتمر، عايزين نسمع ده صوت مسلح. اتفضل. فهل هل الاثار بقى في الوجه القبلي تعرضت المخازن وحتى دي ملاحظه زي الوجه البحري؟ لا اطلاقا. ليه بقى؟ الناس اللي في الوجه القبلي هم مصريين، والناس اللي في الوجه البحري بحري هم مصريين، لكن نزل في وجه القبلي في الأقصر بعد ما تعرض أول مخزن في الأقصر للهجوم بعد ساعتين رجعت الآثار، لأن الناس هناك عندهم دافع وعارفين الآثار دي أكل عيشهم، فالمواطن اللي هو في الوجه القبلي ده حافظ على الآثار وكلهم عارفين ودافع عنها وهو اللي حرسها، لا شرطة ولا آثار. اللي بتاع الآثار دلوقتي عنده مشكلة، ضابط الآثار ده اسمه سياحة وآثار، ضابط بيعمل بيحرس الفندق والسائح وبيحرس الاثار، مجهود رهيب جدا بيعمله الضابط، بيامن حاجتين فعلا. احنا محتاجين قرار يفصل الاثنين عن بعض عشان الضابط ده يتعرف تحاسبيه حضرتك، يبقى راجل ضابط ممكن يكون متخصص في الاثار، شرطه جنب بتاع المقبره اللي اتسرقت، سياحه واثار. ده موضوع ده موضوع واللي انا بقول عليه فيه ده موضوع، ان انا ما عنديش شرطه اسمها الاثار بس تشتغل ليه النهارده الاثار، مش الضابط الصبح بيشتغل الاثار، يشتغل السياحه والفندق وبالليل يامن الاثار، ده موضوع صعب ان ضابط واداره متخصصه في الاثنين، ما ينفعش الاثنين، دي تراث وتاريخ. احنا برضو احنا هنضطر نطلع فاصل وعندنا اسئله كتير عايزين نسمع الدكتور خليفه والدكتور كسباني، واسئله كثيره يعني كيف يدخل اللصوص المناطق الاثريه؟ كيف يدخلون مش بس بكلاشينكوف ودلوقتي كلاشينكوف بيخشوا بكلاشينكوف دلوقتي ويخشوا كمان مع الكلاشينكوف معدات واوناش ولودرات يهدموا ويكسروا ويشيلوا ويطلعوا شيء لا يصدقوا عقل. هنرجع لكم بعد الفاصل.